هذا مصنع سيارات من نوع رونو بوادي تليلات بولايه وهران غرب الجزائر انها اول تجربه صناعيه جديده تخوضها البلاد في اطار شركه جزائريه فرنسيه المصنع دخل مرحله التصنيع نهايه عام 2014 بنحو 40 الف سياره سنويا ليصل الى 60 الف سياره نهايه العام الجاري هذا المصنع ينتج صنفين من السيارات يمثل بدايه لسلسله مصانع تركيب من علامات اوروبيه واسيويه بعضها دخل مرحله الانتاج كما هو حال هيونداي بمدينه يارت غرب الجزائر وشركه فولكس فاجن بمدينه غليزان التي ستنتج اولى علاماتها بعد نحو ثلاثه اشهر رونو كان الحلقه الاولى في اطار سياسه متكامله لتطوير وتصنيع السيارات على المستوى الوطني الهدف من هذا الهدف تصنيع السيارات وهو خلق قاعدة صناعية للمناولين وخلق مؤسسات صغيرة متوسطة ويرى خبراء أن تحدي تطوير صناعة السيارات في الجزائر يتوقف على قدرة المصانع على الوصول إلى نسبة إدماج تتجاوز الخمسين من المئة من مؤسسات إنتاج قطاع الغيار فضلا عن قدرتها على استيعاب الطلب المحلي في سوق السيارات لتصل إلى مرحلة التصدير لاحقا في أعقاب قرار تسقيف استيراد السيارات إلى مئة ألف سيارة سنويا فقط بعدما تجاوزت فاتورة الاستيراد في السنوات الماضيه ملياري دولار ننتظر قدره هذه المصانع في توفير السيارات محليا وهذا يؤدي الى التنافس ما بين الماركات واعتقد انه خلال السنوات القادمه ثلاثه او خمس سنوات اسعار السيارات ستنخفض الجزائريون من جانبهم يأملون في تسريع إنتاج باقي مصانع السيارات لتوفيرها محليا وبأسعار في متناول الجميع بعد التهاب أسعار السيارات عقب تسقيف استيرادها. دروك السياره راهي متناول الإنسان اللي الدخل مرتفع. بالنسبة لأسعار السيارات في الجزائر سعرها سعر فاحش ولكن نتمنى نتمنى الخير بالمصانع الجديده. تنقص ان شاء الله الاسعار تكون في متناول المواطن البسيط ومن المتوقع ان يدخل مستقبلا ثاني مجمع فرنسي لصناعه السيارات ممثله في شركه بيجو مرحله التصنيع في البلاد بعد مصنع رونو الاول هنا في وهران، اربعه مصانع جديده ستدخل مرحله التصنيع قبل نهايه العام المقبل استنادا الى الجهات الرسميه لانتاج نصف مليون سياره سنويا، تحد سينقل الجزائر براي خبراء من اول مستورد للسيارات في افريقيا الى اول مصدر لها. محمد جراد على الحره وهران غرب الجزائر.